تمام. أنا يعني أطلب منك بتجرد أن تجيبني على هذا السؤال، يعني بتجرد أرجوك بمعلوماتك المتوفرة بكل مصداقية، هل يمنع الدعاء لفلسطين في السعودية؟ صحيح يمنع الدعاء في السعودية؟ حتى الدعاء يعني اللهم انصر القضية الفلسطينية؟ سيد الفاضل يعني فكر فيها بهذه الطريقة، هذا نظام لا أقول براغماتي، هو تجاوز البراغماتية، هو نظام من الخبث بحيث أنه يذر الرمادة في العيون لكنه يدس السم في العسل كما يقولون. فيعني يسمحون مثلا للحرمين الشريفين وأئمتهما، أئمة الضلال والعياذ بالله، يسمحون لهم ببعض الدعوات اللهم انصر، لكن لا يدعون على الكيان الغاصب، هذا لن تجده. لا 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 يا ثم لكن يمنعون. تمام. لماذا تسميهم أئمة الضلال؟ العالم الفلسطيني مثلا أو يدعو لنصرة قضية فلسطين، بل يسجن هذا الإنسان، وقد رأينا أناس رجالا ونساء يؤخذون من صحن الكعبة المشرفة أثناء الطواف فقط لأنه حاول أن يصور نفسه وخلفه بيت الله الحرام وهو يحمل علم فلسطيني، يهجمون عليه هكذا وكأنه إرهابي وكأنها شيطان أمامهم، في مقابل من يدخل ويعربد. يعني الآن كل واحد يدعو علنا، الآن كل واحد يدعو على الصهاينة، يدعون على مكة ويدعون على المسلمين بأنهم حزب الشيطان وأنهم وثنيون وأنهم يطوفون حول هذه الأحجار ويقولون لابد أن نصحح هذه العقائد الفاسدة. تمام، أسمح لي فقط حتى أنتقل لضيوف الآخرين، يعني فقط أريد أفهم، يعني كل واحد الآن يدعو على الصهاينة داخل السعودية يسجن؟ كل واحد الآن يدعو لقضية نعم. فلسطين داخل السعودية يسجن؟ نعم صحيح، وهذا الأمر حتى في رمضان الماضي أحد الإخوة الجزائريين يقول وظهر بنفسه يقول هذا الكلام بعد أن رجع الجزائر، يقول والله ما فعلت إلا أنني دعوت في صحن المطاف، دعوت لفلسطين فأخذ وحقق معه وسجن 6 ساعات، طبعا أخرج لأنه يعني يظهر له علاقات أو شيء زي كذا، فغادر البلد مباشرة ويقول وهو شبه يعني يبكي، يقول ما فعلت شيئا، أنا فقط دعوت لفلسطين في صحن الكعبة، فإذا بي أخذ وإذا بي يحاسب وإذا بي يعاقب، لماذا؟